شوي غريب بالنسبة لك أنت شخصياً، كأحمد عبد الحكيم بيمثل لك إيه؟ بص أنا مش عارف أنت جبت السؤال ده إزاي، بس أنا بحب الراجل ده جداً جداً. أنا مش عارف أنت عارف أصلاً ولا أنت سألتني كده. كابتن شوقي ده صاحب فضل كبير قوي عليا، قوي قوي، وراجل جدع وراجل محترم، وأنا يعني بحبه جداً وبشكره على كل حاجة حلوة عملها معايا، لأن هو وقف جنبي كتير جداً. أكتر موقف وقف معايا فيه وأنا كنت كبرت بقى خلاص، وموضوع مش زي الاول، لان انت عارف السن في الكوره برضو لما بيجي عليك وقت خلاص وتبقى زهقت وبتاع. كنت انا في الانتاج وطلعت اعاره فاركو. ولما جيت ارجع النادي كان بلغوني ان خلاص تقدر تروح نادي تاني يعني براحتك. وكابتن شوقي كان غالبا بيعمل عمره في السعوديه، ما كانش لسه. فلما رجع وعرف ساعه الدوره اللي كانت فيها لما رجع وعرف قال لهم لا، كلمني قال لي لا انت موجود معانا وانت اسم كبير وانت يعني لازم تكمل في الدوري الممتاز ومش عارف ايه. وهو عملها يعني عملها حبا فيا يعني، او لان انا ما كنتش كمان بشارك كتير في الانتاج. فانا بصراحه دي من المواقف، ما خلي بالك المدربين الكوره ما بيعملوش كده يعني، ناس قليلين جدا اللي ممكن تعمل كده، ان هي تحترمك وتقدرك وتقدر ان انت تعبت في الكوره والكلام ده. فانا بحب الراجل ده جدا، ومن خلالك الحمد لله انا بشكره جدا يعني على كل حاجه حلوه عملها معايا. دربت مع اكتر من مدير فني، كابتن حسام حسن، كابتن مختار، كابتن فتحي مبروك. ايه اكتر مدير فني اثر فيك؟ كمحمود عبد الحكيم. واكتر مدير فني طور من ادائك؟ بص بحكم العشره كابتن مختار فرق معايا كتير جدا في حاجات كتيره حتى بره الكوره يعني. هو انا كنت من الناس المحببين ليه يعني في الفرقه، فكان دايما بيقول لي حاجات كمان مش في الكوره فادتني كتير جدا في الكوره. كابتن حسام حسن اتعلمت منه كتير جدا، اتعلمت منه ان انا طول الوقت عندي امل ان انا اكسب حتى لو لحد اخر سنه. اتعلمت منه ان انا ما بحبش اخسر، مفيش حاجه اسمها خساره. كابتن حمد عبد السميع، تعرف كابتن حمد عبد السميع؟ طبعا. الراجل ده يعني لو قلت لك ليه فضل كبير عليا جدا انت مش هتخيل. كابتن رمضان السيد، كابتن رمضان ده برضه ليه فضل كبير عليا جدا جدا يعني. رغم تألقك في الدوري المصري كانش ليك نصيب قوي ان انت تكون مع المنتخب، السبب ايه؟ موضوع المنتخب ده يمكن انا اتظلمت فيه شويه يعني، جت عليا فترات اتظلمت فيه شويه، بس في الاخر كنت بقول ايه، مثلا الجيل بتاع المنتخب وقتها كانوا جامدين جدا يعني، حتى لو انا كنت روحت المنتخب مش هعمل يعني حتى لو عملت مش هعمل اكتر من اللي بيعملوه يعني. بس انا جت عليا فترات كان لازم يبقى يعني على الاقل ابقى موجود يعني. كانت انهي فتره بقى ان انت حسيت فعلا انت اتظلمت؟ اول سنه ليا في بتروجيت السنه ديت كنت هداف الفرقه وكنت من هدافين الدوري، وكنت عندي ثبات في المستوى لفتره طويله قوي قوي يعني. وبعد كده الفترات اول سنتين في النادي المصري يمكن دول من احسن سنتين لعبتهم كوره في حياتي، دول بقى اللي انا اتظلمت فيهم بجد يعني. الفتره اللي انت كنت فيها في المصري، في المصري كنت اول سنتين ليا في النادي المصري كنت ماشي بمستوى ثابت السنتين، ودي ما بتحصلش كتير يعني توفيق من ربنا غير عادي. وكل الماتشات الكبيره كنت مؤثر فيها، وكنت بجيب فيها جوال ولا اعمل جول، لازم اطلع بحاجه ربنا كرمني بيها كويس. دي اتظلمت فيها كتير جدا. وكمان كنت بشوف ان في لعيبه في انديه تانية كانت بتروح يعني ما كانتش بتعمل نص اللي انت بتعمله حتى. بس في الاخر بقول الحمد لله يعني ربنا ما كانش كاتب لي او ماليش نصيب فيها، فالحمد لله.